مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة معانا أخبار من كل فرقنا ونتائجهم ومبارياتهم اللي بيلعبوها في خلال المرحلة اللي فاتت من يوم الأربعاء اللي فاتت لغاية دلوقتي، وكمان المرحلة المقبلة بإذن الله. النهاردة أول أخبارنا هنبدأ مع فريق كرة اليد. فريق كرة اليد في النادي الأهلي بيفوز على نادي 6 أكتوبر ونادي المعادي بنتيجة على 6 أكتوبر بنتيجة 29-25 وعلى نادي المعادي بنتيجة 29-21. كان نادي الأهلي فاز على نادي 6 أكتوبر في نادي 6 أكتوبر، والمباراة الأخرى مع نادي المعادي على صالة الأمير عبد الله الفيصل تاني يوم على طول يوم الجمعة اللي فاتت. لكن كان حاجة مهمة جدا، كان نادي المعادي قدر يكسب نادي سبورتينج وصيف بطل أفريقيا في اليوم اللي قبليه على طول، فكانت المباراة واخدة طابع مختلف أو شكل مختلف، لأن أكيد الفرق اللي لسه طالعة للدوري الممتاز أكيد فريق المعادي فريق محترم، لكن أكيد عندهم مدير فني محترم كابتن مجدي أبو المجد. في نفس الوقت الفريق كان لازم يعمل له يعني ألف حساب، لأن ماتشات الدوري لازم كل الفرق تقدر تكسبها عشان تقدر تعدي. نادي الأهلي دلوقتي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نادي طلائع الجيش اللي في المركز الثاني، وفارق نقطتين عن نادي الزمالك اللي بيحتل قمة الترتيب في جدول الدوري. الأهلي الماتش اللي جاي عنده مباراة صعبة جدا في اسكندرية مع نادي الأولمبي. دوري اليد السنة دي دوري صعب جدا، يعني كل الفرق دعمت، كل الفرق دعمت، وكمان كل الفرق جابت محترفين، فالدوري صعب. جمهور النادي الأهلي بالذات بيتكلم على فريق كرة اليد دايما، عايز الفرقة، بيدعم الفرقة، على السوشيال ميديا بيتكلم عليها كويس. كان في طبعا بعض الكلام السلبي، لكن في الآخر كل الناس دلوقتي بتدعم فرق النادي الأهلي علشان تقدر في المرحلة اللي جاية بإذن الله يقدروا يعدوا، لأن بطولة الهاندبول دوري صعب جدا، وإن شاء الله رجالة كرة اليد يكونوا في الميعاد ويكونوا فعلا يقدروا يفرحوا جماهير النادي الأهلي بالبطولات المختلفة السنة دي بإذن الله بقيادة أولا لاند جرين المدير الفني السويدي، اللي خلاص الفرقة اكتملت العناصر بتاعتها، قدر يحفظ الفرقة بعض الجمل التكتيكية المهمة، فشكل الفرقة اختلف معاه دفاعيا وهجوميا، فنقدر نقول عليه ان هو قدر يعني يحفظ الفريق الجمل اللي هو عايزها. فان شاء الله كمان كل ما الفترة بتطول معاه كل ما الامور بتبقى احسن واحسن مع لاعبي كرة اليد. هنخلينا مع كرة اليد واصابة يوسف معرف المحترف التونسي في صفوف فريق كرة اليد بالنادي الاهلي. يوسف معرف اتصاب في التواء في الكاحل، التواء يعني كان اصابة قوية جدا. الفريق الطبي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي قال ان هو لازم يتثبت بيه في واقي صلب. واقي صلب ده اللي هو اكنه بيقفل الانكل تماما علشان يقدر يثبت مكان الاصابه، وفي نفس الوقت يثبت شويه وكمان يخرج لتدريبات علاجيه. عشان كده اولا لاند جرين المدير الفني السويدي عمل اجتماع مع الجهاز الطبي عشان يطمن على يوسف معرف ويعرف الحاله شكلها ازاي، ويحط البرنامج اللي جاي مع الجهاز الطبي ليوسف معرف عشان يخش في اطار المباريات الرسميه في الوقت القريب العاجل باذن الله. هنسيب كرة اليد رجال وهنروح لكرة اليد سيدات، وهم نجمات الذهب. نجمات الذهب عندنا بيفوزوا على نادي الجزيرة، بيتخطوا نادي الجزيرة وبيفوزوا عليهم بنتيجة 25-14. المباراة أقيمت، المباراة دي في إطار المجموعة الأولى، الماتش اتلعب يوم السبت في دوري عمومي سيدات اليد. الأهلي فاز في كل ماتشاته على تشامبيونز الرحاب والسانتا وهوليدو والزهور، والأهلي يلعب الماتش الجاي إن شاء الله على صالة الأمير عبد الله الفيصل يوم السبت اللي جاي بإذن الله، نتمنى له التوفيق بإذن الله في مباراته القادمة. هنسيب فريق كرة اليد سيدات أو هنسيب كرة اليد بصفة عامة وهنروح لمباراة مهمة جدا، أو فريق كرة السلة في النادي الأهلي. فريق كرة السلة بيستعد استعداد لمباراة الغد، مباراة دور ال 16 مع نادي الزمالك على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 باذن الله، اللي كمان هنا قناه الاهلي هتنقل المباراه باذن الله على الهواء مباشره من صاله الامير عبد الله الفيصل. مباراه مهمه، مباراه اول مره تقريبا يتقابل الفرقتين في كاس مصر في كره السله في دور 16. معنى الكلام ان بكره فرقه تخسر وبكره فرقه تكسب، لكن رجاله كره السله في النادي الاهلي عندهم روح عاليه جدا وروح قتاليه على مباراه بكره بالاخص، ان هم يقدروا يحققوا الفوز ويقدروا يتعدوا خطوه او يعدوا مباراه قويه ومباراه مهمه، مباراه مهمه لفريق كره السله. كابتن اشرف توفيق المدير الفني عمل معسكر
دخل الفرقه في معسكر النهارده، وفي نفس الوقت بدا يتكلم مع يشوف يفتح الفيديو ويتكلم مع لعيبته، محاضرات في الفيديو في فندق الاقامه عشان يشوف نقاط القوه والضعف في فريق نادي الزمالك اللي هو الفريق كبير برده ايضا وفريق قوي وفريق برده دعم لعيبته بشكل مختلف. لكن رجاله النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا باذن الله على اختلاف، لان كل بطوله هتعدي، لان دي اول بطوله في السيزون للفرقه الجماعيه. ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه وكل جماهير النادي الاهلي ثقه في فريق كره السله رجال. خلينا نخرج لمداخله مهمه جدا مع كابتن طارق الغنام مدير فريق كره السله رجال بالنادي الاهلي. كابتن طارق مساء الخير. مساء الفل حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا. فيه مباراه الاهلي والزمالك دائما وابدا بتيجي في الفاينل او في السيمي فاينل، لكن اعتقد دي اول مباراه بين الاهلي والزمالك في دور ال 16 في كاس مصر. انا قلت لهم بلاش اروح اسحب القرعه. انا انت اللي سحبت القرعه؟ الحمد لله. قلت لهم مفيش مشكله. ليه انتوا متاكدين من هذا الوضع؟ توكلنا على الله، احنا واثقين، عندنا رجاله اكيد. يا كابتن طارق بنطمن منك على احوال الفريق النهارده في المعسكر المغلق. بص يا خالد، اولا انا عايز اقول كلمه ان الماتش ده بالنسبه للنادي الاهلي مش زي اي ماتش. انا شايفه ان شاء الله باذن الله ربنا كريم، احنا عاملين فرقه كويسه السنه دي، عندنا مدرب غني عن التعريف، عندنا فعلا في اختلاف كبير قوي السنه دي عن سنين فاتت كتير. فمطلوب الناس تشوف ده ان شاء الله ونكون عند حسن ظنهم، مطلوب المجلس يشوف الكلام ده، يشوف زي حضرتك بتقول كده، يعني انت عملت، عايز نشوف ايه نتيجه اللي حصل، عايزين ان شاء الله نوري الجمهور فريق البطل رسالك. ان شاء الله باذن الله الفرقه فاهمه وواعيه وعارفه يعني ماتش اهلي وزمالك بدايه سيزون، بطوله زي كاس مصر حاجه تشرف اي حد ان هو ياخدها. ان شاء الله باذن الله، باذن الله رب العالمين نكون عند حسن ظن الجماهير باذن الله رب العالمين. بصراحه شديده يا كابتن طارق، مباراه الاهلي والزمالك بيكون فيها ضغط عصبي على اللاعبين، والمباراه لما بتيجي في اول السيزون اكيد بتختلف عن اخر السيزون. قول لي بتعالجوا ده ازاي كجهاز، يعني جهاز النادي الاهلي بيعالج ده ازاي مع اللاعبين؟ في جلسات نفسيه او في كلام بينكم وبين اللاعبين؟ ايه اللي بيحصل بالظبط بصراحه شديده؟ بص، احنا طبعا الزمالك نادي، الزمالك نادي كبير وعلى راسنا وعلى دماغنا من فوق. انت اي ماتش بالنسبه لك ماتش مهم، سواء لعبت الزمالك دور ال 16، سواء لعبت في دور الثمانيه، سواء لعبت في السيمي فاينل، سواء لعبت في الفاينل، قصدي هو كاس مصر كده كده غلوب خروج المغلوب، وكده كده هو دورهم جه بدري شويه مش هيفرق. انت كده وانت الحمد لله برضو جه عندك في الارض، انا شايف ان دي ميزه. الفرقه عارفه، اتكلمنا معاهم يا جماعه، الناس عايز تشوف لعيبه كبيره، اسماء كبيره، ماتش الاهلي والزمالك مش اول مره، في اي نعم ناس كتير اول مره تلعب، بس الناس اللي جايه مش ناس قليله خالص، مش حد الموضوع بالنسبه له قلق، وهو بالعكس الموضوع ان شاء الله خير ومطمن، واحنا واثقين في رجالتنا، معانا محترف ان شاء الله كويس، مع اللعيبه كلها فاهمه يعني ماتش الاهلي والزمالك، بتقعد تفهمهم يا جماعه ده بطوله خاصه طبعا، والظروف اللي فيها البلد هتبقى حاجه كويسه لكره السله ان الناس تتفرج على اهلي وزمالك، اكيد الناس كلها هتقعد تتفرج، يعني بيبقى في حاجات كده بالنسبه للجهاز بتوصل عن طريق الجهاز، واحنا ان شاء الله باذن الله بنحاول نعمل اللي علينا ان احنا نوصل لهم هذا الموضوع. يعني كابتن طارق الغنام بنشكرك شكرا جزيلا، وكلنا ثقه وكلنا ورا فرقتنا ودعم اساسي لفريق كره السله في النادي الاهلي ان شاء الله في مباراته بكره، لان انا من قربي للاعبين دي ومن قربي للجهاز ده، فعلا ان شاء الله هيكونوا رجاله ويقدروا يتعدوا عقبه مهمه او مباراه مهمه، مباراه قويه مع نادي محترم زي نادي الزمالك. ان شاء الله نتمنى للاعبتنا التوفيق باذن الله في مباراه بكره في دور ال 16. شكرا كابتن طارق غنام. عفوا يا كابتن، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. شكرا. بكده خلصنا جزء النادي الاهلي، لكن في اتحاد السله شكر خاص. اتحاد السله النهارده بيعقد زي مؤتمر او بيعملوا زي ميعاد المباراه، فجابوا بيجيبوا الفرقتين، بمعنى ان عمل لجنه بقياده الكابتن خالد القوصي وعضويه الكابتن محمد عبد المطلب وكابتن علاء زهران علشان ينسقوا للمباراه، مباراه الاهلي والزمالك اول مره في التاريخ وفي الوقت الحالي ان الاهلي والزمالك يلعبوا على ارضهم
دي حاجه كويسه جدا تحصل لاتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخ. النهارده الاجتماع حضره من جانب النادي الاهلي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي والعميد علاء صلاح وكمان الكابتن خالد مرسي مدير عام مدير النادي فرع الجزيره، ومن ناحيه جانب نادي الزمالك بيحضروا الكابتن احمد عادل عضو مجلس الاداره. قعدوا يتفقوا على كل المباراه، اتفقوا على حاجات كتيره في المباراه، لكن اهم حاجه دخول 50 فرد معلومين الاسماء، كل نادي من الناديين يقدم 50 فرد يدخل لارض المباراه من اعضاء النادي، ده الاتفاق. بدايه كويسه شايفها من وجهه نظري اتحاد كره السله ان هو يبتدي يدخل اعداد 50، بعد كده يبتدي يدخل 100، وان شاء الله تكون بدايه لعوده الجماهير مره اخرى. اكيد بنشكر اتحاد كره السله اللي هو عمل لجنه مخصوصه لمباراه الاهلي والزمالك، وفعلا النهارده للروح الرياضيه ان القرعه اتسحبت اهلي والزمالك دور 16 وبيتلعب على صاله الاهلي، اكيد هي دي النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها، ومرحله نبذ التعصب. نبذ التعصب بين اي نادي الموضوع مهم جدا 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 جدا، يا ريت الناس تقدر ان في دور 16 الاهلي والزمالك بيلعبوا فرقه ان شاء الله تكسب، وباذن الله يكون النادي الاهلي ويعدي المرحله اللي جايه، واللي يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، وباذن الله يكونوا رجالتنا عند الميعاد. وبنشكر اتحاد كره السله بقياده الدكتور مجدي ابو فريخه على اللجنه اللي عاملها مخصوصه لمباراه كره السله. خلينا مع كره السله ونروح لكره السله ناشئات والفوز على نادي القاهره، فريق القاهره بنتيجه كبيره جدا في بطوله منطقه القاهره بنتيجه 65-12، المباراه لسه خلصانه حالا 65-12. الاهلي بيتصدر مجموعته والمباراه اتلعبت في نادي الغابه، وبكده الفريق بيواصل انتصاراته، مرحله انتصاراته فريق الناشئات، بكده نقدر نطمن ان احنا عندنا فرقه ناشئات طالعه للدرجه الاولى كمان سنه او اتنين قريب، يكون عندنا ناشئات ان شاء الله متعودين على الفوز فيكملوا مسيره الفرق الكبيره عندنا في النادي الاهلي. اخر مباراه لفريق الناشئات في النادي الاهلي كان فاز على نادي وادي دجله 55-11، دي المباراه اللي فاتت. خلينا مع كرة السلة وهنروح للكرة الطايرة. خلصنا كرة السلة هنروح لكرة الطايرة، وكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي. كرة الطايرة رجال في النادي الأهلي بيخلص ماتشاته في الدور التمهيدي. خلاص العشر مباريات خلصوا. بدأوهم بناشئين وشباب وختموهم ب العناصر الخبره احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمد عادل محمد عبد المنعم، كل الكباتن الكبار بتوعنا كانوا متواجدين في اخر مباراه. وصلنا كسبنا 10 مباريات، كسبنا جزيره الورد والطيران والزهور والشرقيه للدخان وهليوبلس. الاهلي طلع المرحله الثانيه، كان الاهلي كده كده كان صاعد لان كان في قرار من اتحاد كره الطايره ان الفرق اللي لعبتها في المنتخب تطلع للمرحله الثانيه او الدور النهائي لدوري الطايره بدون اي نقاط، ما يفرقش لكن هتوصل للمرحله الثانيه. الاهلي وصل معاه الطيران وهليوبلس، وصلوا ثاني وثالث المجموعه، بكده خدوا من اربع مجموعات ثلاث فرق هيلعبوا دوري من دورين رايح جاي في المرحله الجديده، وهيكون ان شاء الله باذن الله ده اللي هيتحدد عليه اللي كسبان الدوري، اللي الاهلي محتفظ او الاهلي ان شاء الله بيحاول يحافظ على لقبه في المرحله اللي جايه باذن الله في دوري كره الطايره، لان بقى لنا ما شاء الله ثلاث سنين الاهلي ماشي هو اول دوري كره الطايره. الاهلي يبدا مشواره ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع نادي طنطا على صاله الامير عبد الله الفيصل. كل التوفيق باذن الله لفريق كره الطايره رجال في النادي الاهلي، بالتوفيق في المرحله اللي جايه. الاهلي في دوري السيدات لكره الطايره بيفوز على نادي هليوبلس، المباراه لسه خلصانه برده دلوقتي، ده الفوز الثامن على التوالي. ما شاء الله نجمات الذهب للكرة الطايرة بيفوزوا 8 مباريات متوالية ورا بعضيها، بيفوز بنتيجة 25-9 و25-12 و25-16. الأهلي كده بيوصل للنقطة 24 في جدول الترتيب، والأهلي فاز على سبورتنج والطيران والشمس والسموحة والجزيرة والصيد وأصحاب الجياد. الجولة اللي جاية إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية مع نادي الزهور. خلينا نتوقف مع مداخلة مهمة مع كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري والحديث عن مباراة الغد، مباراة الأهلي والزمالك. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد يا جميل، أخبارك إيه؟ كله كويس، أنت عامل إيه؟ كله تمام، كله تمام الحمد لله. بشيد باتحاد كرة السلة، زي ما وقت قلنا ان اتحاد كرة السلة كان فيه سلبيات وانت تقبلت ده، لازم نشيد باتحاد كرة السلة النهارده ونقول ان اول مرة في تاريخ كرة السلة
يسحب قرعه يطلع اهلي وزمالك، وكمان في العصر الحالي ان الناس تلعب على يلعبوا في الاهلي او الزمالك، ودي اول مباراه اعتقد تقام في الوقت الحالي على ملعب نادي الاهلي في مباراه دور ال 16. بص طبعا الفريقين قمتين من قمم كره السله، السنه اللي فاتت كانوا هم في الفاينل فور في الدوري تمام سوبر ليج بتاعنا. القرعه بقى هي يعني للاسف جابت الصدام المبكر دوت. بكره مباراه مهمه جدا، دور 16 بالنسبه لهم بطوله بالنسبه لاي من الفريقين. يعني الخساره نوك اوت، اللي بيخسر بيطلع بره البطوله، اللي بالزبط. بيكسب بيكمل. فطبعا مباراه بطوله مصيريه، طبعا الظروف الحاليه بتخلي اهميه المباراه مضاعفه. وعشان كده النهارده كان في اجتماع ما بين مندوبي الانديه ومنسق المباراه كابتن او مهندس خالد بوصي في الاتحاد المصري لكره السله. قعدنا الاجتماع بامانه كان في منتهى الشياكه والرقي، والناس محترمه والناس متفاهمه ومتعاونه، والناحيتين الحقيقه عايزين يوصلوا بالمباراه لبر الامان. وكل الطلبات او كل التخوفات والمخاوف اللي الناس حاسه بيها متفاهمينها، وعايزين نلعب الماتش ونلعب باسكت. يعني احنا النهارده انا بقول لهم يا جماعه احنا عايزين نلعب باسكت، عايزين نعمل حاجه كويسه الناس تتفرج وتنبسط. اعتقد ان قناه الاهلي ذايعه بكره ان شاء الله باذن الله، فالماتش ان شاء الله فالماتش مذاع والناس هتشوفه. اتمنى المباراه بقى تكون فنيا مستوى حلو ومستوى مرتفع، وده اللي متوقعينه. وناس كثيره من مجلس اداره الاتحاد جايه، طبعا انا عارف ان في ناس مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك موجودين. اعتقد المباراه ان شاء الله هيكون شكلها حلو وفنيا ممتعه للجمهور. بصراحة الأهلي والزمالك دعموا بلاعيبة كبار جدا، فأعتقد الناحية الفنية إن شاء الله بكرة هتكون على أعلى مستوى، وهنتفرج على كرة سلة مصرية حقيقية، وهيكون إن شاء الله هو ده المدخل لكرة السلة في أفريقيا والعالم بإذن الله. لكن خليني أكلمك على كواليس الاجتماع. كواليس الاجتماع قلت إن كانت في تخوفات من الجانبين، عايزك تديني نبذة داخل الاجتماع، يعني كده انفرادات داخل الاجتماع النهاردة اللي حصل داخل اتحاد كرة السلة. بص هو النادي الاهلي قال الحقيقه، يعني قال اللي انتوا عايزينه بالنسبه للثلاث اطراف الاهلي الزمالك الاتحاد كره السله، احنا موافقين عليه، بس طالبين اللي هيطبق علينا في الماتش ده يتطبق بعد كده. كويس. اتفقنا، وطبعا ده طبق يعني طلب منطقي جدا. بكره دخول دخول عدد محدود جدا من الناديين، حوالي 50 فرد من كل نادي، شامل اعضاء مجلس الاداره وشامل اهالي واسر اللاعبين وشامل بعض المدربين والكلام دوت. الاتحاد المصري باعت برضو قايمه بالاسماء اللي جايه، اذا كانوا عاملين بالاتحاد او اعضاء مجلس الاداره او الصحفيين او طاقم السوشيال ميديا بتاعنا. كويس. فالموضوع هنحاول نحكمه. والنادي الاهلي طلب الكلام دوت، نادي الزمالك قال يعني النادي الاهلي ده طلب مشروع. احنا كمجلس اداره الاتحاد ممثل في مهندس خالد الروسي منسق المباراه، وانا كنت موجود في الاجتماع، طبعا شايفين ان ده طلب منطقي جدا. اتفقنا الناس هتدخل منين وهتطلع منين، الجمهور ال 50 فرد، هو مش جمهور للحقيقه، 50 فرد اللي جايين، ال 50 او ال 40 بعد اعضاء مجلس اداره من نادي الزمالك هيقعدوا فين، الناس بتوع النادي الاهلي هيقعدوا فين. كويس. يعني تقريبا متفقين على الشكل العام. كويس. ما كانش فيها حاجه، ما كانش فيها يعني طلبات متعسفه او طلبات صعب تحقيقها. لا يعني الدنيا كانت ماشيه كويس جدا الحقيقه. بصراحه شديده انا بشكركم، لان فعلا اتحاد كره السله بدا ينجح النهج اللي احنا عايزينه، اللي هو يعني في اجتماع تنسيقي كل واحد عارف دوره ايه، عارف حدوده ايه، علشان المباراه تعدي لبر الامان. دي حاجه محترمه جدا، اتمنى ان كل الاتحادات المصريه زي اتحاد كره السله كده مبادر على مباراه القمه، ان شاء الله كل الاتحادات المصريه تتبع نهج اتحاد كره السله المصري. لكن خليني وانت موجود، دوري كره السله ملتهب ومشتعل بمحترفين لكل الانديه مع فوز الاتحاد السكندري بالبطوله العربيه، فالموضوع اختلف السنه دي، الدوري فنيا عالي جدا. كابتن محمد عبد المطلب، كابتن نادي الاتحاد وكابتن مصر سابقا، رايك ايه في الدوري السنه دي؟ بص هقول لك حاجه، نبتدي من قناه النادي الاهلي، فنبتدي بالنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل تغييرات شامله وجذريه، جاب
يعني استعان بلعيبه مصريين من الخارج، جاب لعيب محترف عالي جدا، دعم صفوفه بلاعبين من المحليين، فعمل تشكيله وشكل جديد بقياده كابتن اشرف توفيق. كويس. نمره واحد. تمام. نمره اثنين، نادي الاتحاد السكندري جاب كابتن احمد مرعي مع بعض المحترفين، وجاب مصريين برضو زي مصطفى عصام اللي اخذ احسن لاعب من كان بيلعب في قطر، فعمل تدعيم بلعيبه مصريه من الخارج. كويس. النادي الاتحاد داخل في الصوره. تمام. نادي الجزيره لسه كسبان السوبر، كسبان الزمالك بطل الدوري، ومعاه كابتن محمد الكرداني، وعارفين معاه عمرو الجندي وعمر طارق والمحترف بتاعه برضه، فنادي الجزيره داخل في الموضوع برضه. الزمالك بطل الدوري، مشارك في بطوله انديه افريقيا، ومعاه لعيبه جامده جدا. حصلت عنده مشكله مع ستوجنن، اللعيب المحترف بتاعه مشي، جاب واحد بقاله ثلاث ايام اللي انا سامعه ان هو كويس جدا كمان. الزمالك موجود في الصوره. تمام. الانديه بقى اللي احنا ايه كنا قلقانين انها ما تبقاش موجوده طموحه، رغم ابتعاد كابتن اشرف توفيق وتولي المهمه لكابتن ايمن مطراوي، ده مدرب صاعد واعد قدير الحقيقه، احنا متوقعين له مستقبل كبير. عمل تدعيمات داخليه وجاب لعيب محترف ولقيناه بيكسب الجزيره، فطموحه اهو واضح ان هو ممكن كده. خمسه كده، خمس فرق. حط معاهم سبورتنج ماشي كويس، المحترف بتاعه مش قد كده، راح مغير وحطه النهارده في القايمه، سبورتنج داخل معانا في الموضوع. الجيش والتامين والاتصالات واصحاب الجياد، الخناقه هنا بقى. يعني الجيش والتامين ليه خناقه؟ يعني انت انا قلت لك سته وفي اربعه في خناقه بينهم على اثنين لسه كمان متوقع. اربعه، فانت متوقع دوري السوبر هتلاقي ثمان فرق مين يكسب مين، اسماء كبيره وفيهم فرق أداءها هيكون كبير. كويس. دي أكيد بيعم على النفع في الآخر للمنتخب المصري لكرة السلة، أكيد كلنا منتظرين وطالبين المنتخب المصري يبتدي يتحط جوه الأجواء الأفريقية عشان يطلع للعالمية بإذن الله من خلال الاتحاد المصري لكرة السلة. يا رب يخليك. طيب حاجة أخيرة، سؤال مهم عايز أسأله لك، هل أنت بتفكروا في اتحاد كرة السلة تدعموا لعيب محترف تاني، ولا أنت شايف من وجهة نظرك هو لاعب واحد فقط يكفي للأندية المصرية؟ بص، الموضوع ده قتل بحث. كويس. خلصت عليه. والكلام كتير. انت لما تيجي تبص لها من المنظور الخارجي تلاقي ان البطوله العربيه كان فيها اثنين محترفين اجانب. بالظبط. لما تيجي بطوله انديه افريقيا بتلاقي اربعه محترفين، اثنين من خارج القاره واثنين من داخل القاره الافريقيه. مظبوط. لما تروح لبطوله انديه اوروبا تلاقي ان عدد المحترفين في اليورو ليج مفتوح. كويس. إذن كل البطولات العالمية على مستوى الأندية مفتوحة. طيب. لما تلاقي إن الاتحاد الدولي لكرة السلة سامح بوجود لاعب محترف اللي هو ناتشورالايزد المجنس. كويس. فأنت إذن أنت مطلوب وجود اللاعب المحترف بشكل ما، إحنا عندنا واحد. التفكير هل نطلع للتاني ولا لأ؟ إحنا شايفين إن التاني من وجهة نظري على الأقل شخصية إن التاني وجوده مطلوب، لكن مش في الفترة الحالية. إن الفترة الحالية الأندية ابتدت تستوعب اللعيب الأولاني، تمتصه وتبتدي تتعامل معاه. المرحلة الجاية ممكن كمان سنة أو سنتين أعتقد بقى يجب إعادة النظر، هل واحد كفاية ولا نروح للتاني؟ ده بس وجهة نظر أنا شخصية، يجب وجود التاني. يبقى واضح إن في معارضة شوية، أو يعني مفيش تقبل للفكرة. طبعا رأي الأغلبية يعني ينتظر. في الفترة الحالية لا، احنا مش رايحين للاعب المحترف التاني. يبقى اكيد ان شاء الله في الفترة القادمة هنروح للمحترف التاني، عشان عارف برضو كابتن محمد عبد المطلب الرأي الفني بتاعه رأي مهم جدا. ان شاء الله بإذن الله دوري كرة السلة يفرز لمنتخب مصر، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا، ان شاء الله يفرز منتخب قوي ينافس على البطولات الأفريقية قريبا. كابتن محمد عبد المطلب بنشكرك شكرا جزيلا جدا كنت معانا النهاردة. فعلا اتحاد كرة السلة عمل حاجة كويسة، فعشان كده بنشيد بيه، وفعلا شغال عنده 3 في 3 لسه كسبان ما شاء الله. سيدات رجال ان شاء الله هو اهم حاجة عندنا، منتخب رجال بنتمنى لهم التوفيق، التخطيط الجيد في المرحلة اللي جاية عشان يقدروا بإذن الله ينافسوا، لان المنافسة الافريقية في كرة السلة منافسة مختلفة تماما. هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة الطايرة. الكرة الطايرة سيدات اتحاد الطايره بيبعت جواب للانديه بالرئاسه الكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكره الطايره، بيبعت جواب تاجيل دوري كره الطايره سيدات بعد الاسبوع العاشر لاجل غير مسمى.
ليه؟ عشان احنا دخلنا التصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد اللي هي هتتلعب يوم 4 يناير في الكاميرون. صعبه جدا. فجاه اجلنا الدوري. انا عن نفسي اعرف ان في اجنده بتتحط من اول السيزون، بيبقى الناس عارفه كل حاجه، عارفه ان في توقفات معينه بتحصل، عارفه ان في هنا في فترات للمنتخب، عارفه كل حاجه، في اجنده محليه بتحط على الاجنده الدوليه. لكن فجاه بنوقف دوري كره الطايره سيدات، نقول كات، احنا وقفنا الدوري عشان المنتخب بتاعنا هيلعب، وكمان المنتخب هيطلع من يوم 28 نوفمبر ل 23 ديسمبر البرازيل معسكر، علشان البطوله مهمه اكيد، بطوله قويه، لان الفرق المتواجده داخل الكره الطايره او منتخبات الكره الطايره سيدات في افريقيا فرق صعبه جدا، عندهم محترفات وعندهم ناس اقوياء جدا، وفعلا محتاجين ده. فشهر يناير اللي جاي عندنا بطولات كتيره كلها مؤهله، عندنا سيدات الطايره وعندنا رجال الطايره برضو التصفيات الاولمبيه، وعندنا منتخب مصر لكره اليد. يناير شيء مهم جدا بالنسبه لمصر، بالنسبه للمنتخبات الفرق الجماعيه المصريه اللي هتاهل ان شاء الله باذن الله، نكون عند يعني باذن الله يتاهلوا في يناير اللي جاي لطوكيو 2020 للالعاب الجماعيه، حاجه مهمه جدا بالنسبه لكل الناس. هنسيب الكره الطايره وبرضو بنبارك لنجمنا الكبير نجم المصارعه الرومانيه كيشو بالفوز ببطوله العالم، بطوله العالم اللي اقيمت في المجر، لسه البطوله خلصانه، كيشو قدر يفوز بالميداليه الذهبيه، دي تاني ميداليه ذهبيه على التوالي، البطوله اللي فاتت 2018 ذهبيه. كيشو مبسوط وان هو بيقول تحديت نفسي، تحديت نفسي دي ان اللعيب يحط تحدي لنفسه عشان يكسب بطوله، دي حاجه مهمه، دي لعبه فرديه. لعبه فرديه بتختلف عن الجماعيه، الناس بتتكلم مع بعضيها، لكن الفردي بيتكلم مع نفسه عشان يتحدى اللي قدامه، يقدر يعدي في اطار وجود ابطال عالم زي روسيا، زي ايران، زي اذربيجان. فعلا الموضوع مختلف جدا جدا، لكن هو ما شاء الله عليه بطولتين عالم ورا بعض، بيتحدى نفسه وبيكسب تاني بطوله على طول. كان اتاهل في اول في دور ال 32 كسب بطل الصين 8-0، ودور ال 16 كسب بطل اوكرانيا 10-4، وكسب بطل كازاخستان 12-4 في دور الثمانية، وفي دور قبل النهائي كسب بطل اليابان 7-5، وفي الفاينل كسب بطل بيلاروسيا. بيشكر اثنين مهمين جدا، بيشكر وزاره الرياضه في متمثله في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والاتحاد المصري للمصارعه بقياده العميد عصام نواره. اخر خبر معانا النهارده عن نجمنا كريم عبد الجواد نجم الاسكواش. نجم الاسكواش بيفوز ببطوله مصر الدوليه اللي كانت اقيمت في سفح الهرم، بطوله مجموع جوائزها 185. قدر كريم عبد الجواد بطلنا بطل النادي الاهلي والمصنف الرابع عالميا بالفوز للمره الثانيه في تاريخه، كسب اول بطوله في الاهرام او كسب مصر الدوليه في 2016، دي تاني بطوله، بس البطولتين كسبهم على حساب علي فرج لاعب نادي وادي دجله، بطلنا برضو قدر يكسب البطوله المباراه 3-0 بعد 61 دقيقه، قعدت المباراه 61 دقيقه، كسب 3-0 بنتيجه اشواط 11-6 و11-8 و11-8. بكده البطوله دي هتبتدي ترفع كريم عبد الجواد ان شاء الله للمركز الثالث او الثاني، لانها بطوله مهمه جدا في التصنيف. خلينا نخرج للفاصل عشان نستقبل برضو ابطال النادي الاهلي وابطال مصر في الكاراتيه، او بطلات مصر والنادي الاهلي في الكاراتيه اللي قدروا يحققوا ميداليات كثيره جدا في بطوله العالم الاخيره في تشيلي. سطر كاراتيه النادي الأهلي تاريخا جديدا خلال مشاركته في بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أكتوبر الماضي بتشيلي. نجح ناشئو المارد الأحمر في حصد 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، عن طريق فضية لفاطمة عبد الناصر في منافسات الكوميتيه للناشئات، وبرونزية لنور إيهاب في منافسات الكوميتيه شابات، إضافة إلى فضية نادي السيد في منافسات الكاتا للفرق. هو ما ساعد منتخبنا الوطني في حصد صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 19 ميدالية، 7 ذهبيات، 4 فضيات، و8 برونزيات، بفارق عن أقرب الملاحقين تركيا وفرنسا.
شاركت البعثة المصرية في البطولة العالمية ب37 لاعبا ولاعبة، منهم 5 لاعبين من أبناء الشياطين الحمر، علما أن البطولة شارك بها 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. استطاع ناشئو وشباب الشياطين الحمر في أن يحصدوا خلال مسيرتهم ببطولات العالم 35 ميدالية متنوعة من أصل 111 ميدالية حصلت عليها مصر بواقع 30%. لم يقف تاريخ الكاراتيه الأهلاوي عند هذا الحد، بل أن الأهلي حصد 14 ميدالية عالمية على صعيد الكبار من إجمالي 35 ميدالية حققها منتخبنا الوطني بنسبة وصلت ل40%. بالنظر للأسماء الرنانة التي صنعت مجد الكاراتيه الأهلاوي، نجد أن على رأسها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي الذي توج بأولى الميداليات عام 2005، ثم تبعه الكثير من الأسماء المميزة حتى وصلت البطلة العالمية جيانا فاروق، والتي تصول وتجول في ملاعب العالم بحثا عن الميداليات والألقاب وصولا لأبطالنا الصغار في السن الكبار في القيمة الذين حصدوا 3 ميداليات ببطولة العالم الأخيرة. نجد أن هذا هو نتاج لمنظومة متكاملة من العمل داخل جدران القلعة الحمراء، بدءا من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصولا لقطاع الكاراتيه بقيادة الدكتور مراد عاصم. أحلام النسر الأهلاوي لم تتوقف عند هذا الحد، بل يطمح في أن يكون أول ناد يتوج بميدالية أولمبية في اللعبة على صعيد مصر من خلال أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها صيف العام المقبل. زي ما شفنا في التقرير حاجة رائعة، دايما فريق الكاراتيه في النادي الأهلي أو أبطال ونجوم ونجمات الكاراتيه في النادي الأهلي مشرفينا على المستوى المحلي والأفريقي والدولي والعالمي وفي كل حتة، فعلا من بداية التاريخ لفريق الكاراتيه في النادي الأهلي فعلا عامل إنجازات كويسة جدا جدا جدا. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهاردة، كابتن حاتم يوسف مدير قطاع ناشئين كوميتيه بالنادي الأهلي ومدرب ناشئات في النادي الأهلي. كابتن حاتم بنبارك لك ونقول لك ألف مبروك، شرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك كابتن خالد ومتشكر جدا للاستضافة. ومعانا بطلة أو نجمة كبيرة من نجماتنا على الطريق اللي إن شاء الله بإذن الله تكون امتداد كبير للدكتورة جيانا فاروق، معانا كابتن نور إيهاب. كابتن نور بنرحب بيكي ونقول لك ألف مبروك. نبدأ مع كابتن حاتم عشان نشوف استعدوا إزاي، لأن دي بطولة عالم في تشيلي، عملوا نتائج كويسة جدا، نجماتنا ونجومنا هناك قدروا يحصدوا ميداليات داخل منتخب مصر، لكن في الآخر الإعداد بيبدأ من النادي الأهلي عشان يوصلوا يبقوا أبطال عالم زي ما احنا شفنا في التقرير. كابتن حاتم البداية ويعني بداية فترة الإعداد لبطولة العالم. هو كرنفال بطولة العالم بيبدأ كل سنتين في الأعوام الفردية، بالنسبة للرجال بيبدأ كل سنتين للأعوام الزوجية. ترتيب مصر العالمي في النسخة الماضية كنا الثاني على العالم وكانت اليابان متصدرة العالم. مصر في البطولة الحالية احتلت الصدارة. بالنسبة لاستعداد ولادنا لبطولة العالم والأبطال والأبطالات بيتم تأهلهم من خلال بطولات الجمهورية بداية، ده بيبقى العام الماضي. بطلاتنا ما شاء الله حاصلين على المركز الأول ترتيب عام جمهورية ما شاء الله. بعد كده بيتم انضمامهم للمنتخب، المنتخب بيعمل لهم تأهيل وتصفيات مستمرة لأربعة الأوائل، واللي بيكسب في الآخر بيسافر بطولة العالم. يعني التأهيل لبطولة العالم عن طريق بطولة الجمهورية الأول، وبعد كده تصفيات مستمرة داخل المنتخب على فترات بياخدوا منها الأول، بيشارك في بطولات تأهيلية، وبعد كده آخر محطة لنا الكرنفال العالمي بطولة العالم. رحت الكرنفال العالمي في بطولة العالم وحققتي، بس عايزك الأول تعرفيني كابتن نور إيهاب، تعرفي جمهور النادي الأهلي على كابتن نور إيهاب عشان أنا عارف إن لعيبة الكاراتيه شوية مظلومين إعلاميا. أنا نور إيهاب، حصلت على المركز الثالث في بطولة العالم. لا تاريخك في النادي أكيد بقى في ميداليات كتيرة غير الميدالية دي أهم ميدالية، لكن أكيد في ميداليات كتيرة في الطريق برضه. أول جمهورية 5 مرات على التوالي، ده غير الدوري مع فرقتي دايما واخدين الدرع، يعني حصلنا على الدرع 5 مرات برضه.
طب انا عشان اجيب منك الكلام لازم اقول لك بدايه نور ايهاب راحت الكاراتيه عشان تدافع عن نفسها ولا علشان هي حابه الكاراتيه؟ يعني روحتي ملعب الكاراتيه ازاي؟ دخلته كان بنات خالي دخلوه ف بالظبط هو كده يعني بنات خاليك السبب. تمام. بعديها ماما دخلتني انا كمان فحبيت اللعبه ففضلت مستمره فيها. فضلتي مستمره فيها عشان شفتي فيها ايه؟ حبيتها. لا ما حبيتها دي حاجه تانية. يعني اكيد بتاهلك لحاجه معينه، اكيد ليكي هدف معين. وامتى كمان نور ايهاب قدرت تشوف ان هي راح لبطله العالم او لبطولات العالم؟ يعني وانا صغيره كنت بلعبها مجرد لعبه يعني. بعد كده لما كبرت شويه فهمت الموضوع. انا شغاله على بطوله العالم بقالي 5 سنين تقريبا. ما شاء الله عليك. صدقني عشان توصلي لها. كابتن حاتم يا نور بس شويه مقتضبه في الكلام، لكن بطوله العالم شغاله عليها من 5 سنين. نور كانت مؤهله لبطوله العالم الماضيه وظروف الدراسه كانت في سنه مهمه جدا. ما تمش اختيارها في البطوله الماضيه، النسخه الماضيه كانت في اسبانيا. وكمان كان في تاهيل لده لبطوله كرواتيا، كانت مؤهله في للاولمبيات الشباب والشابات في الارجنتين. نور اكتفت بالمحطه دي وقلنا نكمل بعد كده لبطوله العالم اللي جايه 2019 في شيل. ابتدينا نشتغل كتير قوي على الموضوع دوت. نور من اللاعبات الاساسيه في فرقه النادي، بطله جمهوريه 6 سنين على التوالي ما شاء الله عليها، بالاضافه لانها احد لاعبات الدوري الممتاز سواء الناشئين وبنستعين بها في الشباب، ولما عدت المرحله دي المفروض انها معانا السنه دي في الانسات باذن الله، نستعين بها على فترات كده على حسب الحاجه يعني. نور عندها ثبات انفعالي قوي جدا. كل الماتشات اللي بيبقى فيه ستريس وفي منافسه قويه مع الخصم انا بديلها مساحه وبديلها حريه انها تشتغل. هنقف. مهمه جدا الكلمه دي، الثبات الانفعالي اللي عندك. كان اكيد عندك مباراه لا تنسى في بطوله العالم الاخيره في تشيلي. اي مباراه اللي عدت على نور ايهاب كانت مباراه صعبه جدا. اللي خسرتها؟ لوجيك الكلام ده لوجيك، لكن خسرتي مباراه واكيد هي مباراه في طي النسيان، لكن اكيد بتحفزنا للي جاي. خسرنا ليه؟ هو المفروض ان اللعبه دي كنت لعبتها في بطوله قبلها وكنت كسباها كويس، كنت نازله يعني مقلقه منها شويه خسرت. مقلقه منها شويه ده جانب نفسي، لان انت انا لسه كنت بتكلم على الاعداد النفسي دي اللعيبه الالعاب الفرديه بالذات. انتوا عندكم طموح مختلف، انا في الالعاب الجماعيه يلا بينا بكلم اصحابي يلا الفريق اديني الكلام، لكن اللعبه الفرديه تختلف شويه عننا. التحدي ليكي بتعمليه ازاي؟ بتعملي الدافع بتاعك ازاي كلعيبه من جواكي؟ يعني هكسب، يعني هكسب، يعني مش هيفرق معايا اللي قدامي مين. انا بلعب بدله زي ما انا بدله واقفه قدامها. عجبتيني في الكلام بصراحه. بدله بتلعب بدله، لكن اكيد في مواصفات خاصه للعبة الكاراتيه. طبعا. يعني في بداياتهم اكيد بنخش كم كبير جدا، لكن بتاخدوا بيقولها ايه؟ بتختاروا نجمات او نجوم عشان يقدروا يكملوا المرحله دي. ايه المواصفات للعبه الكاراتيه؟ بس هي سلعه عامه اللي حاططها الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه لثلاث فروع مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. بيتم الفتح الاشتراكات للمدارس وبيتم العمل القطاع التعليمي، بنبتدي نعلم اولادنا في الفتره دي، بيبتدي يظهر مجموعه من الموهوبين بيبقى بطل محتمل. لازم يكون موهوب ولا ممكن يتعلم ويبقى جزء بسك. بيبقى موهوب على طول، ده احنا بنشده وجزء بيجي بالتعليم وبنصبر عليه. وبصراحه بنشكر مدربينا في القطاع التعليمي لانهم عندهم صبر للولاد في الجزء ده. الموضوع صعب شويه في التعليم جدا جدا، خصوصا كمان اللي احنا بنقبل من 4 سنين و5 سنين وبيستمروا لغايه ما يبتدوا منافسه معانا من 6 سنين و7 سنين. نور اكتشفها كابتن سمير شحاته وهو مدربها من الحزام الابيض، وابتدت معانا المراحل التاهيليه لغايه ما وصلت 11 سنه جات للفرقه نور، ولقينا في عندها موهبه، ده قوه انفجاريه مش موجوده عند اللاعبه من لاعبات مصر. قوه انفجاريه؟ من 0 ل 100. بالاضافه انها ذكيه جدا في الملعب ما شاء الله. ما شاء الله اطرافها طويله، بتعرف تنفذ التكنيك والتكتيك عندها عالي قوي. خدنا محطات مع نور لغايه ما وصلنا للدرجه العالميه. ما شاء الله القوه الانفجاريه دي حاجه عظيمه جدا، لان ده بيكون عند اللعيب يعني تحدي مع نفسه فبيطلع بيفرغ طاقته في اللي قدامه. اكيد تدريباتك اليوميه مع دراستك بيبقى فيها عوامل نجاح واكيد في تنظيم معين، احكي لي يعني بتعدي يومك ازاي؟ بتبهدل.
كلمه اقول لك ايه كابتن حاتم بصراحه يعني الموضوع سهل جدا بتبهدل. لا فعلا الولاد انا عارف خلينا نشوف كمان اولياء الامور لا لا نسمعها بقى يعني بتتبهدلي احكي لنا خلي الناس تعرف البطل اللي بيطلع بطل العالم ده بيتعب ازاي عشان يقف على منصه التتويج في بطولات العالم. هو الموضوع مش سهل خالص لان احنا في اليوم الواحد بيبقى عندنا تمرينتين. كويس. ده اساسي. مش عايزك تجري معايا، عايزك تاخد اليوم من اوله، بنصحى الصبح في مدرسه في تدريب، الوضع شكله ازاي بالظبط؟ هو على حسب. يعني انا كدراستي مثلا. كويس. المفروض انا باخد مواد في الصيف. كويس جدا. بس انا لغيت الموضوع ده السنه دي عشان كنت في المنتخب. تمام. في المنتخب تقريبا السنه دي ما كنتش بشوف اهلي، يعني دايما معسكره، كان نصحى الصبح عندنا تمرين الساعه 7 الصبح، بعد كده تخلصي كام؟ تخلص 9 ونص كده. ساعتين ونص ثلاثة تدريب. تمام ادي أول واحدة. أريح شوية. وأنزل تاني على الساعة 6 تمرين تاني. في النص بقى ده هو المفروض بقى إن الواحد يذاكر يعمل حاجة مفيدة. بس من التمرين حقيقي ما فيش. طب هسألك سؤال، يعني بعدك عن الأسرة أكيد بيفرق معاكي. جدا. لكن الدافع الأكبر أنت توصلي بطولة العالم ده دافع قوي جدا. بتعملي المعادلة دي إزاي؟ هو يعني اهلي عارفين ان دي حاجه نفسي فيها، فحتى وانا بعيده كان دايما بيسندوني. يعني كان دايما بيسندوكي بقى، يجوا لك المعسكر يقعدوا معاك كل يوم ولا بيسندوكي فترات؟ لا مش كل يوم، كانوا دايما معايا على تليفون ماما. كانت في اوقات ممكن تجي تقعد معايا. بس كانوا بيهونوا عليا الموضوع شويه. لسه هرجع لاصحابك والقصه دي، لان اصحابك مهمين جدا. صدقوني الالعاب الفرديه حاجه صعبه جدا. هي كابتن نور قالت بنتبهدل علشان نوصل لابطال عالم، الموضوع عندهم بيكون شكل مختلف، التحديات كتير عندهم. اه طبعا. بيسيبوا الحياه الحياتيه طبعا وبينفصلوا طبعا. ازاي بيتعاملوا مع دماغ اللعيبه دي بالشكل ده؟ الحقيقه كمان يعني هي بتقول انا ساعات باجي لوحدي، ده لغايه فتره قريبه قبل كده مامتها موجوده معاها في كل التمرينات. وبصراحه انا عاوز احيي والدتها والدكتوره والدها والاسره كلها. لانهم اولياء الامور، هم الدافع للعبه وهم المشجعين وهم الابطال الحقيقيين في الموضوع. طبعا. تمام. نور ما شاء الله عندها حافز قوي جدا انها تستمر وانها تبقى دايما على القمه. ده بيساعدنا احنا كمدربين بنقدر نعمل في وسط الضغط ده امور ترفيهيه لهم. نعمل اجتماعات، نعمل جهاز كارتي ساعات بينظم لهم لقاءات خارجيه في اسكندريه او في سواء البطولات الدوليه اللي بيوفرها مجلس اداره. ده بيساعد شويه وبيفك عنهم الامور انهم يقدروا يكملوا. خصوصا لعبتنا لعبه مستمره، لعيب لو رايح فيها اسبوع بيرجع لورا شويه، فدايما تمرين كل يوم. قولي لي بقى حاجه مهمه جدا، يعني بابا وماما منفصله، اصحابك بيعملوا معاكي ايه؟ اكيد يعني خلينا نتكلم وانا صغير كان دايما يقول لي انت بتعمل ايه؟ يعني انت رايح تلعب ايه؟ فاهم قصدي؟ بتواجه ده ازاي مع اصحابك؟ لا انا وش كده معاهم. وش على طول؟ وش عندي تمرين مش هينفع عندي. يعني مفيش ورق واحده قالت كيف كيس التمرين بقى وتعالي معانا؟ لا هما دايما بيقولوا كده، بس سكه السلامه بقى. سكه. يعني كمان دي ملغيه من عندك. طب خلينا نتكلم، عايزك تقولي رساله لبابا وماما النهارده والاسره الكريمه اكيد النهارده وانت بطله عالم، تعبهم جيب فايدة، فتقول لهم ايه النهاردة؟ يعني كده عايزة اشكرهم. لا اشكريهم، الكاميرا قدامك مش انا. ما تشكريش، انا اشكري الكاميرا. هم شايفينك ده، اتفضلي. كده عايزة اشكرهم يعني عشان هم اكتر ناس تعبوا معايا ودعموني كل حاجة، كل حاجة كان نفسي فيها يعني. وكان في شخص كمان جدا يعني كان قريب مني قوي. ده بقى يعني عمل معايا اللي اهلي ما عملوهوش، او يمكن يعني هو كان سبورت يعني، فده برضه شخص عايزة اشكره. مين الشخص؟ حد قريب مني. خلاص براحتك، بمزاجك، اتفضلي. ماشي. خلاص، قولي لي طموحنا ايه في المرحلة اللي جاية؟ يعني بتمنى إن شاء الله أنا أقدر أحقق ميدالية يعني في السيدات، لأن أنا أكون أصغر سنا منهم كتير، فأتمنى إن أقدر أوصلهم يعني وأحقق ميدالية عالمية السنة دي. نور إيهاب ماشية في إطار دكتور جيانا فاروق وراها. نور إيهاب بطلة كبيرة، مستقبل بإذن الله ليها. ومش نور بس، عندنا مجموعه من البنات في النادي الاهلي في الصف الثاني ورا جيانا على طول باذن الله. ياسمين الهواري وسندس عادل، مريم صلاح، حبيبه ماجد، هيدي رأفت، مجموعه كلهم واحنا شغالين معاهم بقالهم فتره. ان شاء الله المستقبل لنور، وان شاء الله هي اول احتكاك لها في الانسات، يمكن كمان ايام بسيطه.
خلينا دايما عشان بس خلينا نتابع، عشان دايما بنتابع من اماكن الحدث. معانا دلوقتي نقف شويه مع الكاراتيه وهنخرج لكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق الكره السله رجال اللي عندهم مباراه مهمه جدا بكره، وكلنا دعما لفريق. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك. مش هقول لك بقى طمنا والاحوال والمعسكر المغلق، لكن اكيد مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص، وجودها في دور ال 16 الموضوع اختلف تماما في مباراه كاس مصر بكره. اكيد 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 يا كابتن، اكيد وان شاء الله خير، يعني مستعدين كويس وان شاء الله يبقى ماتش كويس يعني باذن الله باذن الله. يا ريت بسمعه الكابتن. كابتن اشرف شايف من وجهه نظره ان المباراه دي بدري شويه ولا جايه في ميعادها المتناسب واحنا ان شاء الله محضر لها كويس؟ لا طبعا يا كابتن، مفيش كلام، بدري جدا بدري جدا المباراه، بدري جدا بدري جدا. انت ما ينفعش تقعد تشتغل ثلاث اربع شهور عشان تخرج فرقه كبيره من كاس مصر بدري جدا. المباراه يعني انا مع احترامي يعني للمسابقات يعني بدري جدا. ما ينفعش، وكان معروف ان هيحصل صدام بين الناديين كبار، ان اللي بيتجنب بس تقريبا الاول حاجه كده يعني، ما اعرفش يعني ما كانش روح توفيق خالص يعني احنا نلعب من خمسه او نلعب شهر 11 دور 16 فرقه تخرج بدري من البطوله يعني. شايف ان الموضوع بدري جدا، لكن انا عارف ان كابتن اشرف توفيق ورجالتنا الموضوع مختلف. لا الضغط، لا لا، احنا بالنسبه لنا الحمد لله احنا جاهزين حتى لو كان شهر 10 ان شاء الله. يعني في اي وقت تقدر تلعب المباراه كابتن اشرف. لا انا بتكلم يعني وجهه نظر، ما ينفعش احنا نقعد نتمرن ثلاث اربع شهور ومش عارف ايه وكذا، وبعدين فرقه يعني الكاس ده اصلا ماتش خروج مغلوب. ليه الناس تخرج في شهر 11؟ غلط، يؤثر على باقي البطولات يعني. انا ده رايي يعني، ما طبعا مع احترامي الكامل يعني لنظام المسابقات يعني ربنا يوفقهم. طيب خلينا نبص بنظام المسابقات، خلينا في فرقتنا فريق النادي الاهلي استعد بمعسكر مغلق، محاضرات فيديو من خلال كابتن اشرف توفيق، التعليمات المهمه او الاخيره اللي هي تتقال قدام الجماهير، تعليمات كابتن اشرف توفيق لفرقته ايه في مباراه بكره باذن الله؟ لا والله انا بتمنى ان احنا نبقى ان شاء الله فرقه في معدلات عاليه جدا جدا من التركيز والبرسنتج، لان طبعا باسكت شوت وتبقى كل لعيب ان شاء الله ان شاء الله عارف مهامه الدفاعيه والهجوميه كويس ان شاء الله يعني ركز في البدايه. يعني الدفاع اساس مكسب مباراه بكره ان شاء الله باذن الله. ناخد كده؟ اكيد اكيد، الديفنس ده في الباسكت بول اهم حاجه طبعا، اهم كونسيبت في الباسكت بول كله الديفنس. كابتن اشرف بكلمك بصراحه شديده، عاجباني روحك وكلامك واسلوبك، ان المباراه اكيد مباراه كبيره مع نادي كبير، لكن اكيد العامل النفسي او الضغط اللي عند حضرتك هادي جدا عشان ينطبع اللاعبين. بنتمنى لك التوفيق بكره باذن الله، المباراه متذاعه على قناه الاهلي وباذن الله نستضيفكم بعد المباراه وان شاء الله يكون المكسب حليف النادي الاهلي. شكرا كابتن اشرف توفيق. لا انا بس جليت عليك. اتفضل. يعني اصلا اتفضل كلام، لان اتحاد الباسكت قال وجهه نظره في ان يبقى في 50 و50. اتفضل. وجهه النظر دي مع احترامي الكامل يعني بنحترمهم كلهم. كويس. وجهه نظر. انما ده كلام ضد النادي الاهلي شكلا وموقوعا. ليه بقى؟ لان انت النهارده ده ماتش قرعه كاس تلعب على ملعبي، ما ينفعش يلعب في 50. انا النادي الاهلي السنه اللي فاتت وهو بيلعب مع الزمالك كان بيلعب في المدرجات كامله تقريبا. ما ينفعش يلعب في 50، ما ينفعش امنع شبابي. انا الكابتن مصطفى معايا مدي اجازه كل بتاع الناشئين عشان يتفرجوا على 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 حفله اسمها اهلي الزمالك. يعني ايه يعني ايه ما دخلش الولاد اللي يبقوا قاعدين بره الملعب في ملعبه؟ ويعني ايه انا 50 الزمالك 50 وهو ملعبه؟ فين الاسوان؟ وبعدين يعني يعني 50 حاجه. وبعدين الكلام كان الوزير العام قدام مع مجدي الدكتور مجدي بيكلمه بالتليفون قدامي، الاتفاق اللي هيمشي على الماتش النهارده يمشي لغايه اخر الدوري بقى واخر السنه. ده قانون، هيبقى قانون. ايه ده؟ اهلي زمالك. طب اهلي زمالك انا هلعب اهلي زمالك دلوقتي كام؟ بعد كده هلعب الزمالك تاني مرتين رايح وجاي، انا اتظلمت مرتين. الزمالك خد مره. نمره اثنين. فين باقي الانديه الجماهيريه؟ فين باقي الانديه الجماهيريه؟ انا هنا لعبت 50، هلعب جوه نادي الاتحاد السكندري ب 50. حقك. انا بقول حقنا. انا حقنا 50 بقول للكابتن طلبة والدكتور مجدي قرركوا على دماغي، بس انا لعبت في اسكندريه ب 50. اكيد. دي ما فيهاش هزار، خلاص بقى.
لان احنا مش عايزين نبقى عندنا 50 يعني معيار. مفيش حاجه اسمها ده ماتش كاس وده ماتش جماهيري. طب ما هو اهلي واتحاد جماهيري، اكيد اتحاد جماهيري. لا يعني انا مش عارف، انا عمري ما شفت ان احنا نحرم ولادنا 14 سنه ان هم يخشوا ماتشات. انت طالب الزمالك كل الناشئين اهلا بيهم هنا. اهلا بيهم هنا، تمام، نستضيفهم بقى فوق دماغنا. كويس، احنا ندخل ولادنا يتفرجوا. كلام يحترم. يعني انا النهارده قاعد السلعاوي بره ونجيب بخيت وظهر الرجب والخمود النادي ما يتفرجوش على الماتش؟ لا طبعا اكيد. 50 بعضها مجلس الاداره، يعني ما فيش لعيب هيجيب حتى ابوه ولا مراته. لا هيتفرجوا بره كلهم، هيتفرجوا بره. انا بضم صوتي لصوتك، لان في الاخر بطاقه الاشتراك مصلحه مصر اهلا وسهلا وكلنا كده مصر. اكيد انا مش شايف حاجه صريحه، انا مش شايف حاجه صريحه. ليه مش 150 من 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 اعضاء النادي، من اعضاء الناس اللي حاملين الكرنيهات، من حاملين الكرنيهات؟ انا بقول وبكرر لان انا عارف كويس قوي مجلس الاداره قال والكلام ده، وتفكير كمان شاهد عادي ان المعامله بالمثل في كل الدول. يعني تمام. انا اروح اسكندريه مش هلعب غير لو لقيت 50، اقعد اعد بقى بالمره. هنعدهم معاك، هنبعت حد يعد معاك، عشان انت ما تعدش، تركز في الماتش واحنا عد. كابتن اشرف، اكيد احنا قناه الاهلي يعني معاك على نفس الطريق، واكيد ال 50 في كل الماتشات، لان ده يعني ده قرار الاتحاد. عجبني جدا حضرتك بتحترم قرارات الاتحاد، لكن فعلا في الاخر كابتن بس انا اللي انا شايفه النهارده قال لك اصل مش موجود مندوب نادي الاتحاد. لا خلاص انا ماليش دعوه، انت النهارده طالما عملت كده يبقى انت قاعده المباريات الجماهيريه اللي تمشي كده. هي كلام الوزير العمري عن الدكتور مجدي امبارح الصبح، موجود الكابتن رؤوف ووجودي والسبيكر شغال، وقلنا احنا لازم نعمل قاعده واحد علشان تكافؤ الفرص للناس كلها. كابتن تكافؤ الفرص اكيد معاك، اكيد معاك في تكافؤ الفرص، وتاني بنقول ان ده قاعده اساسيه يا كابتن اشرف، 50 واحد بالجمهور لكل الانديه، يبقى في مساواه بين الفرق عشان تقدر الفرق تلعب تحت عداله واحده وتحت مسميات واحده وتحت قانون واحد لكل الفرق في اتحاد كره السله. مظبوط كده؟ اه طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن. تاني بقولها ونقولها تاني كابتن اشرف، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله. كابتن اشرف اكيد احنا معاه، واكيد بنقول اتحاد كره السله معلومه مهمه جدا، 50 فرد لكل دوري كرة السلة. انت اللي قلت، احنا اللي وافقنا، كل الناس وافقت على هذه المنظومة. مفيش ماتش يتلعب في اتحاد كرة السلة لغاية اخر الدوري او لغاية اخر الكاس، لغاية اخر السيزون، غير ب50 فرد فقط لا غير، عشان مبدأ تكافؤ الفرص. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجماتنا الكبار في الكاراتيه. مرحب بكم في الفقرة الأخيرة من ألعاب الصلاة، وخلينا نرحب بنجبتنا اللي حققوا في بطولة العالم ميدالية فضية، كابتن نادية السيد. بنرحب بيكي ونقول لك ألف مبروك. الله يبارك حضرتك. وكابتن فاطمة عبد الناصر، نجبتنا برضه اللي حققت فضية في بطولة العالم بس في الناشئات. كابتن فاطمة ألف مبروك، بنرحب بيكي. الله يبارك حضرتك. ودايما معانا كابتن حاتم يوسف مدرب الفريق، بنرحب بيه وبنكمل معاه حوارنا. كابتن حاتم، عايز بقى حضرتك تعرفنا على نجمتنا النهارده اللي معانا، المتواجدين معانا، اذا كان كابتن نادي او كابتن فاطمه. كابتن نادي السيد بطله كاتا تاني عالم، فريق الجماعي، فاطمه عبد الناصر كوميتيه وزن تحت 47 كيلو تاني عالم، ومفاجاه بطوله العالم. مفاجأة بطولة العالم، خلينا في مفاجأة بطولة العالم. كابتن فاطمة، هنجيلي كابتن نادي متلاقيش. كابتن فاطمة قولي لي، استعديتي البطولة ازاي؟ طبعا ده ما كانش تعب سنة واحدة، ده كان تعب سنين. وكنا بنتمرن تمرينات كتير قوي، والحمد لله البطولة ما كانتش صعبة قوي، بس كانت محتاجة تركيز جامد، والحمد لله ربنا وفقني. ركزتي ازاي وكان في اضطرابات في شيلي؟ كان طبعا في صح كده، حضرتك في مظاهرات وحضرتك مظاهرات، ما انا بقولها ازاي يعني. كان في مظاهرات كتير طبعا، وكان توتر وستريس علينا. ما هيصتي معاهم؟ بس يعني فكان في توتر جامد، وخصوصا ان الموضوع بدا يشتد وكان قبل لعبنا بيوم، فكان لازم طبعا تركيز جامد قبليها، والحمد لله ربنا كرمنا. كابتن نادي، اكيد بطوله العالم في مباراه صعبه
جدا بالنسبه لكابتن ناديه. اي مباراه كانت صعبه بالنسبه لكابتن ناديه وقدرتي تعديها؟ هو كان السيمي فاينل، بس احنا عامه نلعب مجموعات كويس، بيبقى في كذا بلد معانا، فاحنا في اول دور كنا الثالث، هو المفروض نجيب اول عشان نلعب على فاينل. كان اول مجموعه بيلعب اول مجموعه الثانيه كويس، فاحنا كنا اول دور كنا المركز الثالث كويس، فاحنا كان بالنسبه لنا الدور اللي بعديه كان سيمي فاينل، فكنا لازم نشد ونجيب اول عشان احنا كنا اصلا جايين وحاطين في دماغنا احنا عايزين ان شاء الله نلعب فاينل كويس. فشدينا يعني وكده، وانا الحمد لله معايا رجاله ما شاء الله هايل، فالحمد لله جبنا اول. ايه المباراه اللي قلبت معانا اللي دخلتنا اول اللي هي الصعبه بالنسبه لك في الدور الثاني؟ هي كان معانا، كان اول دور كان الاول فرنسا والثاني روسيا واحنا الثالث، وكانوا فرق حلوه مش وحشه، بس احنا الدور الثاني السيمي فاينل شدينا وعديته. قولي لي فاطمه، بتوفقي ازاي بين دراستك الثالثه اعدادي صح؟ ما شاء الله عليك، وكمان بين نجاحك اللي انت توصلي لفضيه العالم؟ طبعا كان لازم مجهود زياده شويه، كنا طبعا يعني بنذاكر قبليها، يعني مثلا يكون عندنا مثلا 3 تمرينات في اليوم، نذاكر ما بين التمرينات، يا اما نصحى الصبحيه بدري يا اما نسهر عشان نعرف نحصل اللي فاتنا والدروس اللي فاتتنا وكده. حد بيقول لك ذاكري او ما تذاكريش، ولا انت بتنظمي وقتك حسب جدول التدريب؟ على حسب جدول التدريب بتاعي. يعني جدول التدريب ممكن يكون مثلا عندنا في اليوم ده 3 تمرينات 4 تمرينات، في اليوم اللي بعديه تمرينتين، فبننظم الجدول على حسب الموضوع ده. كابتن قالت لي 3 4 تدريبات بيبقى مش كلهم كاراتيه. حلو، بيتمرنوا ايه في 3 4 تدريبات؟ بيبقى في جزء منه فتنس، في جزء منه منتال، والنادي الاهلي بصراحه ومجلس الاداره موفر لنا كل الاحتياجات فيما يخص المدربين. عندنا مدربين لياقه بدنيه ومنتال، وعندنا مخططين احمال. فده مش بتبقى كل التمرينات، كاراتيه، بيبقى بتخللها جزء منتال وجزء فتنس. تدريبات صعبه كابتن ناديه، الموضوع بيختلف، اصعب تدريباتك الفتنس ولا الكاراتيه ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي تجري منه من الاخر؟ مش عايز تتمرني؟ طبعا لازم اتمرن كله، طالما ابقى بطله عالم لازم اتمرن كله، ما ينفعش ابقى خايفه من حاجه. لو انا خايفه من حاجه ما العبش بطوله العالم، انا عايزه العبها ليه طالما خايفه؟ انت مخوفاني ولا هو ده بتاعك؟ انا قلقان منك يعني، مش عارف اتكلم معاك. طب قولي لي بتتعاملي زي مع اصحابك في المدرسه؟ لا، انا جوه الكاراتيه حاجه وبره الكاراتيه حاجه تانية، يعني ما ينفعش ابقى عنيفه بره الكاراتيه، لا لازم جوه الكاراتيه حاجه بره الكاراتيه ابقى بنت كيوت كيوت. اللي انا شايفه قدامي ما اعتقدش يعني تعملي مشاكل كتير في المدرسه، لكن قولي لي اصحابك لما بيجي يقولوا لك تعالي اخرجي معانا اعملي سهري بتعملي ايه؟ لا، هو طبعا باجي يعني ما بعرفش اخرج معاهم طبعا عشان التمارين والمعسكرات. بيضايقك الموضوع ده بصراحه يا نادي؟ لا، اصل عايزه ابقى بطلة عالم فلازم استحمل واضحي. برافو عليكي، لازم ما شاء الله عليكي فاطمه. اكيد الاسره اكيد ليها عامل مهم جدا في حياتك. طبعا. تقول لهم ايه النهارده؟ احب اشكرهم على المجهود اللي عملوه معايا طول السنين دي، وصلوني ان انا اكون بطله عالم دلوقتي. واحب اشكر كابتني طبعا، كابتن مهاراته تعب معايا فتره. عايزك تبصي للكاميرا اللي قدامي. ايوه هي دي بالظبط، قول لهم بقى. احب اشكر طبعا كل الناس اللي ساعدوني ووقفوا جنبي لحد ما وصلت ان انا اكون بطله عالم، ويعني ده جاز فظيع، ويعني بجد بجد شكرا لكل الناس اللي وقفوا جنبي. فاطمه قولي لي بصراحه، واخدين حقكم اعلاميا في عفوا ناديه، واخدين حقكم اعلاميا، الجماهير بتشجعكم زي الفرق الثانيه ولا موضوع صعب شويه؟ لا، موضوع صعب. صعب او ليه امور؟ لازم لازم اقول حاجه مهمه جدا في لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، وده شكر واجب لكل جهاز الكاراتيه بقياده الدكتور مرضى عاصم، احنا بنطمن عليه بنقول له الف مليون سلامه عليك، انا عارف هو تعبان وقاعد بيتفرج علينا، فبنقول الف مليون سلامه عليك، فعلا انجازات كثيره جدا في لعبه الكاراتيه على مدار التاريخ. بس حاجه مهمه جدا، لعبه الكاراتيه من الجماهير النادي الاهلي مش واخده حقها شويه، هي كلها اولياء امور، وفي نفس الوقت بنقول ان لعبه الكاراتيه كل ولادنا وبناتنا من اعضاء النادي. الكلام ده مظبوط ولا ايه يا كابتن؟ فعلا كابتن خالد، كل ولاد النادي الاهلي من اعضائهم العاملين، ما تاخدوش اي حد من بره خالص، من اول بدايه الكاراتيه كل ولاد اعضاء النادي العاملين. لك حضرتك انك تتخيل على مدار التاريخ بطولات العالم للناشئين والشباب، عندنا 35 ميداليه عالميه من اصل 111 يعني 30%، ما شاء الله الثلث.
التلت بتاعنا بالنسبه للكبار، وعندنا 14 ميداليه من اصل 35 ميداليه، 40% 40%. افتتحهم طبعا الميداليات العالميه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، اسطوره الكاراتيه والايقونه بتاعتنا. على صعيد كل البطولات بقى، العالم وكاس عالم وبحر المتوسط وافريقيا وعرب، 420 ميداليه باجمالي 220 ميداليه ذهبيه، ما شاء الله، 103 فضيه، حاجه و90 97 برونزيه. يعني كان في كده كنا قدمناه للدكتور مراد، وان شاء الله بنحاول نفعله ان احنا نعمل كتيب لاولادنا نسرد فيه انجازاتنا. حقكم بصراحه، لان ده على 20 سنه او 25 سنه. الدكتور مراد ديمقراطي في التعامل ولا؟ الدكتور مراد علمنا كل حاجة، حتى علمنا طريقة الاختلاف لما بنختلف مع بعض في وجهات النظر. أكيد لازم كل شغل لازم بيبقى فيه وجهات نظر مختلفة، هو حط لنا ضوابط وإزاي نفضل مصلحة النادي الأهلي على مصلحتنا الشخصية، وإزاي نفضل مصلحة ولادنا على مصلحة اللعبة. وبصراحة كمان أولياء الأمور احنا بنوجه لهم شكر على الهواء، لانهم هم الجمهور، هم الدافع، بييجوا يقعدوا بالفترات طويله معانا. دي حقيقة. تحيه ليهم، وتحيه لكل اللاعبين اللي رفعوا علم النادي الاهلي على مر العصور. كمان الجهاز الفني والاداري صراحه منظومه متكامله، على راسهم الدكتور محمد حسن، ده دينامو الجهاز، والدكتور مش هو الدكتور برضه عاصم بقى هو رئيس الجهاز، والدكتور محمد حسن. بالظبط. طيب خلينا لبطلاتنا سريعا جدا، اعذروني المداخله بتاعت كابتن اشرف توفيق كانت مداخله مهمه جدا والوقت بيجري بيا، لكن اهدافنا في المرحله الجايه يا كابتن نادي؟ اهداف ان انا اكمل وادوس اكتر، لسه المشوار ما خلصش. هتدوسي على الناس كلها، هتدوس يعني، كلام واضح، اتفضلي. وان شاء الله ابقى بطله عالم او العالم فردي ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله. وان شاء الله يا رب باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا كابتن ناديه. كابتن فاطمه، قول لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ ان ده لسه بدايه المشوار، ولسه المشوار قدامنا طويل، ولازم نكمل في الموضوع، وان شاء الله اكون بطله عالم السنه اللي جايه شابات، وان شاء الله خير في كل. نورتيني وشرفتيني يا كابتن فاطمه. كابتن حاتم، بنشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا النهارده، والف مبروك، ودايما تكونوا منورنا وشرفنا في الكاراتيه. بشكر حضرتك كابتن خالد، وبشكر اسره البرنامج اللي انتوا صادفتوا الابطال. نعرف جمهور النادي الاهلي في طبعاً كل العالم ان كمان عندنا في الكاراتيه وفي الكوره وفي السباحه كل النادي الاهلي في كل الالعاب. في كل الالعاب. ومن هنا في اخر، قبل ما اختم الحلقه، لازم اشكر جهاز الكاراتيه اولياء امور اولا، ثم الجهاز ثانيا، برئاسه متمثله في الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، اللي بنقول له فعلا منظومه ولا اروع ولا احلى من كده. بنقول لبطلاتنا ونجومنا استمروا، لان هم فعلا رافعين علم النادي الاهلي وكمان علم مصر، وهو الاهم عندنا باذن الله. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.